فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل يقول لي أجداد ما كانوا يصلون ثم دخلوا في الإسلام وبدأوا بالصلاة، لكن دخلوا في الإسلام من غير وضوء ولا غسل، فهل يجب علي أن آمرهم بأن يغتسلوا ثم يسلموا من جديد؟ لا، الاغتسال لأجل الإسلام ما ثبت أنه يشرع، وإن كان فعله الإنسان مثل ما فعل أثامة بن ثمامة بن أثار رضي الله عنه، إذا فعله قال، لكن نقول هذا مشروع ما ثبت هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.